بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل تاني محاضرة في ورشتنا Assassin's Creed Workshop. لو أنا عندي حاجة بتتحرك في المشهد، لو أنا عندي حاجة بتتحرك داخل المشهد بتاعي، أعملها إزاي؟ وأسيف إزاي الحركة بتاعتها وأرجع لها تاني إزاي؟ هل من المنطقي إن أنت مثلا الأنيميشن بتاعك مثلا 1000 فريم، وليكن مثلا 10 ثواني، الجزء ده هنخليه 10 ثواني. هل ال10 ثواني دول هدنك طول ال10 ثواني تعمل ووك سايكل مثلا البايبت ده رايح جاي مدة ال10 ثواني كلها، او ال30 ثانية بتاعت الشوت بتاعك انت؟ لا، مثلا لو احنا شغالين على، لو جيت شفت على زام البال، يعني عندك 25 فريم عاملة ثانية واحدة. تخيل انت بقى لو انت مثلا عندك الحاسبة ايه، 20 ثانية في 25 فريم، يبقى انت عايز 500 فريم. هل ال 500 فريم دول هدني اعمل الوك سايكل مانيوال، ولا هكررها ازاي، ولا هعمل ايه؟ وهل انا لو عندي حاجه مثلا زي ترس هنا بيلف مثلا عشان لو الشخصيه تخطى الشخص الجارد ده او البادي جارد ده مثلا او الهيكل العظمي ده، ولو خبط فيها هيروح مخبوط، لو الشخص لو الترس ده بيلف على طول، لو خبط فيه الشخصية مثلا ممكن يتعور أو الباور بتاعه ينقص أو أي حاجة. هل اللي أنا هقدر طول ال 500 فريم هذا إن أعمل لوب للحركة؟ أه ممكن تعملها لوب للحركة، بس هتبقى مرهقة ورخمة قوي. إحنا عايزين نشتغل بالميكسر، عايزين نشوف أقصر الطرق وأسهلها. ودايما خد بالك إن دايما دايما اعمل دايما شغلك بأقصر الطرق وأسهلها، تمام، وبطريقة محترفة طبعا. ولما يكون عندك كذا طريقة أنت بتزيد الكواليتي بتاعتك داخل العمل. هعمل مثلا سفير، هعمل سلندر، وهنرسم حاجة مثلا كده، أو هنصمم حاجة كده زي مثلا ترس كبير بيلف حوالين نفسه. تعال F4 وهنسمي دي مثلا ترسو أي حاجة، تمام، ونخلي اللون بتاعها مثلا بالأحمر بطريقة دي عشان يبقى مميز شوية، وهنحولها كليك يمين، هنقول convert to editable poly. editable poly علشان يبدأ يظهر لي بقى الفيرتكس والايدجز ويقطع لي تمسك اللي انت عايزه. معروف ان الماكس وحش موديلنج، تمام، ادوات الموديلنج فيه كتير. همسك الايدجز، ده بيتيح لي ان انا امسك اي ايدج من دول، هاخد واحد بس نقول له لوب عشان يظهر لي كله كده بالشكل ده، اقول له رينج عشان يجيب لي كل الايدجز اللي على داير ما يدور السلندر بتاعي. هاجي لما بعمل الجرافيت بودلينج تولز هتظهر معايا مع الايدجز، هتروح على الايدجز دي، تمام، هتلاقي فيه حاجات كتير الايدجز. هعمل اكسترود، اروح ضاغط عادي واعمل اكسترود سيتنجز عشان ازود شوية الاكسترود بالشكل ده، هخليها مثلا حاجة زي كده، اقول اوكي. دي انا عايز اخليها تلف حوالين نفسها باستمرار، حوالين نفسها باستمرار، واستغل الحركه بتاعتها دي كمان اللي انا هعمل لها لود سيف، وابدا اعمل لها لود لاي اوبجكت انا عايزه بقى في الشوت بتاعي او الفيلم بتاعي او في شوت تاني مثلا تلف بنفس الطريقه. ازاي اعملها بالشكل ده؟ ممكن طبعا اتحكم في سرعتها ويعني السرعه والبطء بتاعتها في اللف مع الاوبجكتات التانيه. تعال نعمل اوتو كي ونعمل الروتيشن، ونعمل بعد ما عملنا اوتو كي نعمل انسيرت كي على فريم واحد. هنيجي على فريم 25، احنا ثانية واحدة بس، انا هعملها ثانية واحدة وبعدين ابدأ اكررها على الميكسر. هاجي هنا واقول لف، طبعا هدوس على ايه الاول، حرف الاي عشان اعمل انجل سناب تول، ولفها 360 درجة. عندي الأرقام أهي واضحة معايا، 360 درجة، أوكي. كده المفروض إن هي لفت حوالين نفسها. طبعا أنا مش ظاهر عندي اللفة شوية عشان هنظبطها شوية أدوات الأنيميشن بقى من جراف تولز والكيرف إديتور. الكيرف إديتور ده معمول بطريقة كده، لا أنا هخليه لينير عشان على طول نزل الحركة تكرر نفسها على طول. لو أنا جيت كده بقى هتبص تلاقي بدأت تلف معايا بالطريقة دي، هتلف معايا ثانية واحدة وهتقف. طيب يبقى أنا عندي أنيميشن أهو عايز أحفظه،
هاجي بختارها دي كده، انا طبعا منزل دي عليها كي فريمات، 2 كي فريمز، باجي على الانيميشن واجي اقول له سيف انيميشن، هقول له مثلا دي اسمها تورسو اندرسكور انيميشن، اوكي سيف موشن، انا كده سيفت. هاجي وانا ضغط على دي، هضغط على الت كليك يمين ديليت سيلكتد انيميشن، يبقى انا شلت كل الانيميشن دلوقتي، انا حفظته بره وجيت شلت كل حاجه من اللي عليها، تمام. اي حاجه بتتحرك وعملت كليك يمين الت كليك يمين هتبص تلاقي كليك ديليت سيلكت انيميشن، وتبدا تدلت على طول او تخش على الكيرف اديتور او الدوب شيت او الرياكشن مانجر، وده الورشه الجايه هنعمل فيه شغل جامد قوي مع الفيشيال ريجينج ان شاء الله، ودي المفاجاه يعني حبيت اقولها برضو. خلينا نشوف الميكسر. لو انا جيت مثلا على ده ورحت على الموشن اللي احنا هنخش على الميكسر، مش هلاقي حاجه خالص. ليه؟ لان الميكسر ما بيتفعلش او ما بيظهرش معاك الا لما يكون في بايبد. اختار بس البايبد وروح على الميكسر، اوكي، هتلاقي الثلاثه بايبد اللي احنا عملناهم المحاضره اللي فاتت، كويس. طب انا عايز اضيف ده، انا قبل كده عرفنا ان اد بايبد من هنا واد ماكس اوبجكت، هي ده هو ده، اي اوبجكت عندك في السين غير البايبد بيظهر لك، اوكي. عندك الباكسورد اللي هو السيف، والاسيست كريت اللي هي اسيستنت كريت اللي هي الشخصيه، عندك الترسو، ادور على الترسو واختارها واقول له اد. يمكن عشان انا مختار دي، عشان مختار اللي هيد نزلت لي هنا، لا انا مش عايز دي، هعمل كده ديليت، هختار بره كده عشان بس ما اختفي، اطفي بس الاوتو كي، اختار بره عشان ما اكونش مختار حاجة بس معينة. كده انا مش مختار اي حاجة، هاجي كده هضغط على قلنا ال على ده اد ماكس اوبجكت، وهاخد الترسو واقول له اد، هينزل لي الترسو بالشكل ده، جميل. يبقى نزل لي هو، يبقى الماكس بيتعامل مع نوعين، مع الاوبجكتات اي اوبجكت في السين ومع البايبد. طيب وما بيتعاملش على نوعين من ملفات الا اتنين بس، اللي هو بيب او البايبد فايل او الاكس اي اف فايل اللي انا بتكلم فيه ده. طبعا اللود انيميشن اللي انا عملت سيف انيميشن قبل كده، لو انت ملاحظ اللي انا كنت بختار ده وعملت له سيف انيميشن، فالسيف انيميشن هنا معمله لي باكس اي اف فايل، يبقى الميكسر مش هتعامل الا مع الاكس اي اف فايل، مش مفيش حاجه غيره. ده بالنسبه للاوبجكتات وملفات البيب او الموشن كابشر اللي احنا كنا المحاضره اللي فاتت بنستوردها، دي اللي بتعامل معاها، يبقى نوع ملفات البيب والاكس اي اف فايل. هنيجي هنا على الترسو، كليك يمين نيو كليبس، اتفقنا ان ملفات الموشن او ملفات الحركه داخل الميكسر بنسميها كليبس. فروم فايلز هتلاقي عندك اكس اي اف فايل اهو، اوكي. طبعا ده تراك، تراك ده للاوبجكت فمش ظاهر لك الا الاكس اي اف فايل. هنيجي مثلا ترسو انيميشن او لود انيميشن او لود موشن، هتبص تلاقيها ظهرت معاك بالشكل ده، طبعا جات لك الفكره دلوقتي اكيد. هنيجي بقى هنا كليك يمين والتايل فيو، طيب نعمل سيت الرينج. لو انا جيت بقى كده وعملت بلاي، خلاص دي شغالة اوتوماتيك على طول معايا طول المشهد، مفيش اي مشكلة معايا. يبقى دي الطريقة بتاعت السيف انيميشن واللود انيميشن للاشياء وللبايبت برضو احنا خدناها المره اللي فاتت، كويس. طبعا انت لو شايف انت انها سريعه، حركه سريعه، انت ممكن مفيش اي مشكله بتروح جاي واخد دول وبتبدا تبطأ في الحركه شويه بتاعتها وتشوف. تعال نعمل بلاي، جميل، اوكي. بعد ما ظبطت الحركه بالشكل ده
هنقول تاير رينج او تاير فيو. حاجة تانية مهمة جدا حتة السيف يا جماعة. السيف في ناس اشتكت لي منه، السيف بيسيب الشخصية هنا وبيبعد. يمكن انا عندي انا كنت مصلحه تقريبا وانا بشتغل بعمل تيست عليه. المهم هتلاقيه بيبعد عندك، يمكن في ناس خفية كمان في التطبيقات عشان المنظر. انا اللي انت هتعمله ايه، اللي انت هتعمله هتيجي كده على السيف نفسه وكليك يمين وتروح قايل له ديليت سيلكتد انيميشن. اوكي، بعد ما عملت له ديليت سيلكتد انيميشن خلاص، هو الانيميشن بيثبت مكانه ما بقاش مرتبط بيها خلاص. فانا لو جيت بالطريقة التقليدية رحت جاي مثلا على اللايرز، اوكي، وجيت خفيت مثلا البادي، اعمل السيف في لاير تانية، اوكي، عشان هو هتلاقيه مع البادي وهنظهر البايبد. هاجي مثلا اقول لك والله طب ما تعمل لينك اهو، عملت لينك، ادي اللينك بين السيف والرجل. اوكي، المفروض ان السيف هيجري مع الرجل. طب لو حصل ان انت يعني الاتنين دول ما مسكوش مع بعض او ما ركبوش كده مع بعض، اعمل ايه؟ في طريقة تانية، الطريقة بسيطة جدا. هاجي عند كلمة موشن، اوكي، وانا دايس على السيف وافتح اللينك بارامترز، هتلاقي الشكل كده عندك، هتلاقي هنا لينك بارامترز. اللينك ده مهم قوي 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 وجميل جدا جدا، حتى لو انت عايز تعمل ترانسفورم او اي حاجة. وكان في محاضرين زي استاذ مصطفى عزازي كان يتكلم على اللينك في محاضرة ترانسفورم، تمام، باستفاضة شديدة قوي الحتة دي بتعمل ايه بالظبط. خلينا بقى ناخد الحتة اللي احنا عايزينها. هنيجي عند الفريم زيرو ونقول اد لينك وهنربطه بالرجل كده. انا بقول له ايه، انت خليك بقى مع الرجل من الفريم زيرو لغاية لما اقول لك، سيب اللينك الرجل وامسك لي في حاجة تانية عند الفريم كذا، تمام. يعني ممكن اقول له سيب دي وحط امسك دي في فريم معين، بعد كده امسك لي احط لي خليه يمسك مثلا جزء تاني في فريم معين، تمام. فده هتبقى حلو قوي، خلاص اتحلت المشكلة. بقى السيف بياخد وضع او شكل الرجل بالظبط. تعالى نظهر الشخصية برضو، البادي طبعا دي ما فيهاش اي مشكلة خالص، احنا هنظبطها مانيوال بعد ما نظبط الحركة. طبعا السيف هتلاقيه داخل هنا كده. خلينا ناخد اول فريم ونبعد السيف اخينا ده شوية عشان ما يلزقش معايا في الرجل. اوكي، تعال نشوف هناك. المشكلة بتاعة التلصق في الجسم خلاص انتهت. فاضل بس اللي هي الحتة دي. طبعا الحتة دي سهلة جدا لما نيجي نعمل بس الحركة في الآخر. خلينا نشوف هنعمل ايه بعد كده. طبعا الترس ده شغال على طول، خلاص اشتغل معايا على طول. طيب خلينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. يبقى احنا اتكلمنا عن حتة الحركة ونعملها ازاي، ونعمل اكسبورت والامبورت بتاعها والسيف انيميشن ولود انيميشن، وعملنا مشكلة السيف. اعمل حاجة مهمة جدا برضو، معلش، عشان الناس اللي مش عارفة ترندر، في ناس كتير مش عارفة تطلع شغلها فبتصور لي الكاميرا يعني وانا شغال كده، بروح جاي مشغل الكامتازيا مثلا او اي برنامج كده وشغال ويقعد يعمل لي كده. لا، المفروض ما يحصلش كده، لان انت انا كده مش شايف ديفوهات. ديفوهات بتظهر في الريندر او في الميك بريفيو. الميك بريفيو طبعا الطبيعي ان هو
ده حاجة مصغرة كده بس عشان تشوف شغلك، بس ما بيرندرش كويس يعني. في فريمات في النص كده بتتاكل يعني. بص تلاقي ماشي فريم ونط فريم، ماشي فريم ونط فريم، عشان بيبقى حاجة سريعة كده، ميك بريفيو، حاجة كده تشوف شغلك. انما الريندر هو الصح. طبعا انت مش هتقول لي كل شوية اعمل ريندر بقى للمشهد بتاعي والكلام ده، اقول لك ازاي تعمل ميك بريفيو بطريقة بسيطة وسهلة. طيب هنعمل ميك بريفيو ازاي؟ هتلاقي الميك بريفيو بتاعتنا في التولز، وهتروح على الفيوز جراب فيو بورد، هتبص تلاقي كرييت انيميتد سيكونس فايل، تمام، او فيو انيميتد سيكونس كرييت. لو فتحت الكرييت هتبص هتلاقي فيها القائمه اللي انت عايزها. انت عايز تنظر من إيه؟ تشوف من ايه لايه؟ هقول لك والله انا عايز اشوف من هنا لغايه 100، من الصفر لغايه 100، ادي ال 100. اوكي انتر وتقول كرييت، هيروح ظاهر لك عندك انت بقى اهي حاجه زي كده. هو ده اللي انت هتبعته لي واشوفه ضمن التطبيقات. طب ازاي اعمل شورت كات؟ يعني معقول هدل نعمل كده؟ اقول لك لا والله، في حل، في حل كويس. هتروح على كاستم وتخش على الكاستم يوزر انترفيس، هتروح على الكي وورد وتعمل وتقول له كرييت، فين الكرييت انيميتد، هو ده كرييت انيميتد سيكونس فايل. هتقول هنا الهوت كي بتاعه الزيرو مثلا، انا بعمله دايما الزيرو الكبير اللي هو في الكيبورد على اليمين، وقول له اوكي متشكر انتر. تمام، مجرد ما انا بقى خلاص بضغط شورت كات دي بيظهر لي دي على طول، وراح قايل له كرييت، بيظهر لي كده على طول انا خلصت الموضوع في ثواني. يبقى انت لازم تعمل شورت كات، مهم قوي الميك بريفيو لو انت شغال ليبسينج او لو انت شغال برضه انيميشن، مهم جدا 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 تعمل له شورت كات. طيب نشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. خلينا نشوف هنركب حركة، انا عايز الراجل ده بس يروح يمشي كده رايح جاي وبتاع، عشان بس ايه الراجل ده ما يتظلمش. خلينا نمسك الميكسر نفتحه. الراجل ده كان اسمه ايه؟ ده كان اسمه جي اف اكس اكاديمي او اكاديمي. بس الراجل ده هنزل عليه اي ووك فروم فايلز ووك، نقول ووك ستارت. لا خلينا ناخد اي ووك تانية اللي عندي هنا في الموشن، هنقول ووك لوب. خلينا نشوفها كده عاملة ازاي. احنا قلنا برضو ساعات الماكس بيعمل الدنيئة معايا كده. طيب خلينا ووك لوب ونشوف دي هتعمل ايه. طبعا لازم الرسالة دي تظهر لك، لان الموشن كابشر الحركات دي كلها معمولة على فيرجنات قديمة من الماكس، فلازم دي تظهر لك، اقول لك ده حصل او اتعمل على فيرجن قديم، فانت امبورت او امبورت. تمام، باجي هنا واشوف ما نزلتش الحركة عليه. طب انا مش شايف الحركة، طب اعمل ايه؟ حد فاكر؟ امسك دي واقول له هنا افكت رومكس، طبعا هيظهر لي مكان ما هو متسجل اصلا في الملف الاساسي، هو متسجل في الحتة دي، فانا بقى هخش همسكه واحطه في الحتة انا عايزها. اوكي هاجي هنا، هاجي عند الميكسر ده، هنزله تحت شوية، باجي على قائمة باجي على البايبت، بفتح البايبت من هنا، بقول move all node او all nodes، واجي امسك كده الاكس والواي واروح حاطه في الحته دي. اوكي تعال نشوف هنعمل ايه في المكسر. نشيل بقى دي، الراجل ده انا عايزه دايما ماشي رايح جاي. طيب ما نشوف حركة كده رايح جاي، بدل ما من يعني ما نعذب نفسنا شوية يعني. تمام،
فخلينا هنا كده ونقول نيو كليبس فروم فايلز، ونقول الووك، ونشوف بقى ووك رايح جاي كده مثلا، اسمها مثلا اوكي. وانا خليته يمشي على طول لغاية الحيطة، ابدأ ترن بقى، ابدأ الف. هنعمل كليك يمين امبورت نيو كليب ونشوف اي حاجة ترن. تنترن انا معرفش دي ايه بصراحة، خلينا نشوفها. لا دي مش تنفع خالص، لو حد واحد بيقول لك والله ما انا لاعب زعلان. ديليت نيو كليبس. احنا قلنا مثلا لم مارش ستوب، وبعدين مارش تير، خلينا في مارشتين وهنحاول نظبطها كده يعني. هنمسك البايبت التش اون نود او موف والنود، نطلعه كده شويه. ماشي وضعه كويس، امسك كده التايم. هنخليه مثلا يبدأ من بعيد شوية، يبدأ من جنب الحيطة. وبعدين يبدأ يترن، يمشي شوية ويترن. كليك يمين نيو كليبس فروم كليب، هنقول مارش تيرن رايت المرة دي. الموف نيجي كنترول زد، هنحط واحدة كمان ونحاول نظبطها. مارش مارش دي مارش تيرن رايت. البرنامج مش مظبوط خالص معايا عشان برنامج التسجيل. طب خلينا نشوف التيرن رايت دي، يتدفس في الأرض. تيرن ليفت، خلينا نعمل هنا اوبتمايز. ماشي تعال نشوف عن قرب شوية. طبعا عشان وقت الاوبتمايز صغير فعمل لك كده. تعال نشوف كده ونحاول نعدلها. ماشي اوكي كويس، مفيش مشكلة. نيو كليبس دي كانت
اعتقد انها كانت مارش لوب اوبن. هنعمل هنا اوبتمايز. اوكي خفالي الدنيا خالص. اوكي مفيش مشكلة. كنترول زد. هناخد الاوبتمايز كده. يبقى انا كبرتها شوية بس عدلت لي الحركة على طول. طبعا داخل على الحيطة اهو. احنا بس هنعمل، انا فاتح المفعول، هنعملها كده. كويس. ونعمل كمان واحدة ليها. طيب الرينج هناخد السيلكت ونشوف هنوصل لغاية فين. لغاية هنا. هنمسح ده مش عايزينه، هنخليه ديليت. مش عايزك تخاف من الشغل، يعني في ناس بتقول الشغل ده تقيل وبتاع وانا مش هستوعبه والكلام ده. الموضوع سهل، الموضوع مسلي جدا وسهل جدا. كل اللي انت بتعمله تعرف ادوات ادوات بس، الميكسر وفين الميكسر وتعمل بدا ايه وده ايه وخلاص الموضوع انتهى. يعني بتحط حركاتك وبتقصها وبتعمل اوبتمايز مش عارف ايه، كلام تافه الناس شغالة بيه. يعني مش عايز بدون ذكر اسماء، ناس كبيرة شغالة بيه وبتطلع شغل والدنيا ماشية يعني قشطة، يعني زي ما بيقولوا. يعني ماشي، انا هخليه بعيد شوية عشان ياخد راحته برضو بتاع. اوكي هو هيمشي كده ويروح، المفروض اللي هو هيتقلب ورا ويبدأ يمشي تمام. وبعدين هسيب الحركة دي كلها عشان تعمل لوب على طول. انا دلوقتي بدأت، هو بدأ كده مشي على طول وبعدين لف ورجع تاني. المفروض يلف عشان يسلم بقى الحركة اللي هي دي، يلف كده ياخد وضعه عشان ايه يبدأ كده. اوكي ولو انت ما مثلا يعني مثلا مش حابب ده يظهر اصلا مفيش مشكلة. يعني انت شوف انت يعني الكاميرا بتاعتك ماشية ازاي، يعني شوف انت المشروع بتاعك ماشي، الكاميرا بتاعتك هتروح فين. المفروض ان ده هيبان بس في من بعيد، يعني وانت ماشي كده وبتاع جاي بتبص على السين هيكون ده زي ده. انا برضو مش هعمل كل حاجة من الصفر لان كده هاخد وقت تمام. فانت شطارتك انت بقى اللي انت تعمل ايه، تمشي ده زي ده، الاتنين رايحين جايين بقى وبتاع والكلام ده. اول ما بيجي يقرب الشخصية وده بيلمحه بيبدأ ياخد وضع لمين، الاستعداد. هنا مثلا هنا كده شافه وضع الاستعداد بيروح واخده وبتاع وبدأ على طول يتعامل معاه تمام. هو مش واقف مستنيه. يعني هناخد دي نيو كليبس ونقول فروم فايلز ونقول له برضو جهاز مش مظبوط مع برنامج التسجيل. خلاص مش مشكلة، الترن ليفت دي مظبوطة من غير مشاكل. تعال نشوف هيترن ازاي. ترن جميل. نديها ترناية كمان ليفت. ماشي اوكي.
انت ملفات الحركه اللي بتستخدمها مش على مزاجك يعني، انت بس بتجيب بتشوف الحاجه. واحد هيقولي دلوقتي او في ناس ومخها، طب انا عايز امشيها على طول يعني، يعني ستريت ستريت كده على طول ويرجع كده ستريت. انت بقى تبدا تورينا ابداعاتك انت يعني، انت خلاص الموضوع انتهى، انت دلوقتي بس بتحط الحركه، وبعدين انت بعد كده في الخطوه الجايه ان شاء الله هتبدا تعدل بقى على الحركه لما تتحط كلها على البيبت. مثلا يعني هنقول دي اوبتمايز، نشوف كده هيعمل ايه معايا. ماشي، قطع الحركة وبدأ يمشي وبدأ يلف لف كده. انا مش عايز بقى الحبة دول اللي ورا دول، خلاص اروح جاي عامل تريم واخد ده كده بالراحة، عامل زوم بان زوم بان، اروح جاي واخد ده، اخد الموف. خد بالك السيلكت مش هتختار حاجه، مش هتختار حاجه، خد الموف وترم، هتروح جاي كده ظهر لك كده، هتروح جاي قاطع لحد الخط بتاع التايم بتاعك عشان تبدا تظبط. يعني هو رجع وقف كده بالشكل ده، اوكي كده خلاص تمام زي الفل. يبقى انا خلصت الشخصيه دي. طيب خلينا بقى نشوف الشخصية الأساسية بتاعتنا هنعمل ايه معاه. هو دخل بالشكل ده، خد واحدة التانية، اوكي خلينا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. همسك الشخصية بس كده واحط المكسر على جنب واعمل زد عشان يقرب لي الشخصية. خد واحدة وخد الخبطة التانية. طب احنا هنعدل الكلام ده، في ناس عدلت وسبقتني بخطوة، كويس انت عندك المعلومة. اوكي انا عايزه يقف، هو خد الخبطة وعايزه يقف بقى ويبتدي يطلع السيف ويتعامل مع اخينا ده، كويس. يبقى انا هاجي عند الشخصية بتاعتي اللي هي اساسنز كريد اول واحده، واروح جاي نيو كليبس واشوف اي حاجه ستاند مثلا او اي حاجه تدل على اللي انا عايزه. في حاجة شير سيت وشير ستاند. شير يعني واحد كأنه قاعد على كرسي وبيقف، هو تقريبا هو كده تقريبا قاعد على كرسي يعني، فخلينا ناخد شير ستاند. اوكي كويس، اخينا قاعد على الكرسي ونجعص. ايوه هي دي. من اول هنا هنقطع كل ده، هنقول تريم ونقول ودي دي في السلة، مش عايز ده كله، واخد ده كله واحطه هنا وقول اوبتمايز ونشوف هدي نتيجة عاملة ازاي. انا مش عارف هو ليه اتلوح كده، طب ما نشوف هنعمل ايه. ده مين ده؟ ده اداني حاجة تانية وانا خدت حاجة تانية ولا ايه؟ شير ستاند، خلينا نشوف بانج سام. ده واحد بيدق حاجة في الحيطة، اوكي خلينا نعمل اوبتمايز عشان نشوف برضو الحركة. ماشي كويس، شايف البايبت بيتحرك ازاي؟ لا انا مش هخليه يتحرك، هناخد تريم في كل الجزء ده، انا مش عايزه كله. خد الخطة ورجع ورا، نيو كليبس وبعدين
هروح بقى على المحاضرة الأولى، الملفات اللي أنا استخدمت فيها الحركة، في حركة اسمها هي دي بتاعت السيف، اوكي، ونروح جاي اوكي، تظهر الرسالة طبعا زي ما انت شايف، اوكي ماشي. هيبدأ بقى ياخد السيف ويبدأ يحاربه بطريقة معينة. طبعا هو لف وادى وشه الناحية التانية، تمام. هنيجي هنا على الخط ده ونعمل عايز اعمل بس حتة اوبتمايزاية كده صغيرة، اوبتمايز عايز اكبر الاوبتمايز شوية. لان فيها خطفة كده زي نتشة بسيطة، انا مش عايز ترم، انا عايز دي كده. تحول بين ده وده كويس، ممكن أكبر شوية. صغر لحد ما تشوف اللي انت الحركة بتاعتك تقريبا تقريبا كويسة يعني كده كويس، وهيبدأ يحارب معاه. هنعرف ازاي نعمل الحركة ونضيف الحركات المانيوال عليها في آخر محاضرة. احنا دلوقتي وصلنا اللي احنا خلاص بدأنا، وصلنا للشكل النهائي بتاع الحركة، تمام. هو نط خد خبطة تانية وبعدين راح مطلع السيف وبدأ يعمل حاجة زي كده. طبعا عشان يطلع السيف احنا قلنا قبل كده اللينكات، هنظبط بقى الحتة دي في المحاضرة الجاية إن شاء الله، ونشوف هنعمل إيه مع البايبت. المفروض اللي هو هنا دلوقتي، بعد كده هروح جاي مادد إيده واخد وضع الاستعداد وماسك السيف ويبدأ يعمل الشو بتاعه. طيب دلوقتي احنا ظبطنا الحركات تقريبا يعني بتاعت السين بتاعي، تمام. طبعا السين ده لما يتعمل مظبوط بقى، طبعا انت عارف يعني الشرح مش زي الشغل، يعني دايما انا بقولها في كذا محاضره بكده، الشرح مش زي ما انت قاعد كده بتشرب كوبايه شاي وقاعد بتظبط بقى حركاتك وبتاع والكلام ده، انا بس بشرح فتلاقيه مركز في اني اوصل لك معلومه بطريقه كويسه، اوكي. بس ممكن طبعا النتيجه تبقى احسن من كده بكتير لو انا قاعد، مثلا على روقان كده وبتاع، وجاي بعمل مطلوب مني شغل بعمله، ما فيش مشكله، هتلاقي النتيجة التانية خالص. هنمسك البايبد ونقول له موف اون نودز عشان الرجل دي، لا انا هعدل الرجل دي واخليها هناك شوية. هنمسك البايبد ده اول نودز، احنا جايين على الراجل ده قوي يعني، خلينا بقى مع البايبد التاني ده نظبطه كده شوية. ماشي، تعال نشوف هنحول كل ده
ازاي الكي فريمات وننزله على التايم لاين. طبعا سؤال مهم جدا اللي انا اسال نفسي، يا ترى كل الحركه اللي انا شايفها دي، كل الحركه السين ده كله موجود فريمات ولا لا؟ انت لو شايف هنا مفيش اي فريمات خالص، مفيش اي فريمات على اي حاجه بتتحرك، يعني الموضوع لسه منزلش كي فريمز عشان تقدر تعدل عليه بعد كده المانيوال بتاعك. طب انا اعمل ايه؟ او الماكس بيتعامل في الموضوع ده ازاي؟ انا بس عايز قبل ما اقول حاجه، كنت في حاجه كده نسيتها، في الويت، في الويت وفي البالانس. البالانس ده او الحته دي او الطبقه الصغيره دي، دي بتاعت المسؤول عن توازن منطقه الوسط بتاعت البايبت. لو انت تلاحظ ان في هنا بي، بي على البايبت بي، بس ما فيش البي دي على فين؟ على الاوبجكت اللي هو مين؟ الترسو، اللي انت لو فاكر الترسو اللي هي كانت بتلف. يبقى البي دي البالانس مسؤول عن حتة التوازن بين حتة الوسط لما تيجي تركب حركات بالويت. تمام، في حاجة اسمها هنا ويت هنشوفها، بس هنا يعني احاول مثلا اعمل لك حاجة برضه عشان ما نبقاش سيبنا حاجة. هنا مثلا عايز اركب الرجل من شخصية والحركة الايد من شخصية تانية، من حركة تانية، يعني هركب هو الشخصية عندي مثلا بايبت. تمام، خلينا كاريت بايبت كده بسرعة، خلينا كاريت بايبت ده هسميه، وخلينا نقول ده اسمه تيست، انتر، اطلع من الكرييشن مود. خلاص يبقى كل حاجه اسمها تيست كذا، تيست كذا باين وان. تمام، ده اللي انا عايزه. هاجي عند الميكسر وافتح الميكسر واضيف البايب اللي اسمه تيست. طبعا هنزلني في تراك لوحده. اوكي، فين التيست؟ فين اهو. تمام، شوف بقى يا سيدي وركز معايا كويس في الحتة دي لانها برضو مهمة، علشان بنستخدمها برضو كتير. حبيت اعملها لوحدها عشان برضو ما تتلخبطش. هنيجي على التيست ده واحنا ضفناه بالطريقة دي. طيب انا عايز احول ده او اعمل نيو كليبس، وخلينا اقوله يعني هنقول مثلا ران لوب. هناخد الران ده ونقول له حول لي التراك ده لترانزيشن تراك، كونفرت تو ترانزيشن تراك عشان ابدا اعمل تتابع في الحركه. ده بيجري بالطريقه دي. خليني امسك البايبت ده واوديه في حته تانية خالص بعيد عن زمايله عشان يبقى لوحده. خلينا ده بعيد خالص كده. تمام، هخش جوه البايبت. طبعا لو دخلت في الفيجر مود هبص هتلاقي رجع مكانه، مكان الكريشن بتاعه. هاجي على ال الميكسر وباجي بضغط او بمشي بده شويه كده عشان انزل الحركه بتاعتي على التيست افكت رومكس. تمام، دلوقتي انا حطيت الحركه بالشكل ده، عايز اعمل لها تتابع. خلاص احنا عرفنا، يبقى هنا تايل فيو. اوكي، تبقى عامله بالشكل ده على طول، اداني الجاريه دي. ممكن اجي هنا واقول له اوبتمايز اول، هيلاقي كده عمل لي حاجه زي كده. لا انا هتراجع عندي عشان تبقى زي الاول. طيب انا دلوقتي عندي لير، اما دي لير يعني دي اللي انا ماسكها دي لير فيها تيست. اوكي، انا عايز اعمل اخد حركة الرجل اللي بيجري دي من الملف ده،
حركة الرجل اللي هو الجارية دي من اللي انا شفته، من اللي انا حاطه ده دلوقتي، وهعمل حركة ايد اخدها من ملف تاني واحطها مع حركة الرجل دي. يعني انا هاخد معلومات في اللير دي، هاخد معلومات الرجل بس، هعمل لير تانية هاخد فيها معلومات الجزء الفوقاني واحطهم مع بعض. ازاي؟ هقول والله هتروح جاي جاي على اول، اوكي، على تيست. هنا هتلاقي في حاجة اسمها فلتر وحاجة اسمها اد تراك جروب اباف. طب هنعمل تراك جروب اباف، تمام، وهناخد الاول دي هنا كده وناخد الفلتر. اه، لما دخلت على الفلتر ايه اللي حاصل؟ بيقول لك والله انت عايز تحط الجارية دي، المعلومات دي فين؟ هتحط المعلومات دي فين؟ طيب جميل، يبقى انا هاخد بس الرجل، يبقى انا هشيل كل ده وهاخد الرجل والوسط بس، اوكي، وهسميها زي ما انا عايز. هسميها مثلا ليج رام، اوكي. تعالى كده هنشوف، هتبص تلاقي فوق سيبت خالص، خد بالك دي مهمة أوي النقطة دي، فوق سيبت خالص وحط لي على المعلومات بس الحركة على الجزء اللي تحت اللي أنا طلبته منه، يبقى الرجل بتجري وفوق ثابت تماما. طيب أنا عايز أحط حركة، يعني حركة تانية مختلفة على الجزء اللي فوق، هاجي من هنا وأعمل نفس الحكاية، نيو كليب وأشوف أنت هتحط إيه. خلينا نحط فايت، حطينا الفايت، ونخليها convert to transition track، وخلي هنا الفايت دي نيجي على all ونقول الفلتر، وما تاخد ليش الجزء اللي تحت ولا الوسط، يبقى upper fight، ونقول له اوكي. تعالى بقى نشوف دلوقتي، انا في اللير اللي تحت خدت معلومات القدم، واللير اللي فوق خدت معلومات الجزء الفوقاني، يبقى هو المفروض لو هيجري برجليه ويعمل معلومات ايا كان بقى اللي هو الفايت على بوسته اللي فوق. طب تعالى لو انا جيت عملت كده، هتبص تلاقي ماشي وبيجري خد معلومات كويس قوي الرجل، وفوق فايت شغال، شغال بواني في الهواء، تمام اهو. ممكن ارجع خالص بالبايبت ده ورا خالص عشان برضو يبقى معاه مساحة انه يكمل باقي الحركة كلها نازلة عليه اهو، بجري هو شغال فايت. يبقى انا ممكن اعمل اي حركة انا عايزها واظبطها باي طريقة كانت. ممكن كمان اجي على الموف واجي اخلي الحركة دي اسرع شوية، ساعات الماكس بيعمل تهنيجة كده بسيطة، تمام. طبعا انت طول ما انت كده ماشي خلاص هو ابتدى يعمل ده وده وده. طيب عايز كمان حاجة، كمان عايز اخليه يستخدم الويت. انا اخد كل ده ما استخدمناش، ايه الويت ده؟ الويت ده اللي انا هعمل كده، شو بقى، هاجي كده عند دي، اوكي، واجي كليك يمين اد تراك جروب اباف تاني في نفس مين الشخصيه، انا كده في شخصيه تيست. هعمل ايه؟ هعمل نيو كليب فروم فايل، وخلي مثلا حركه زي كده، انا ما اعرفش راح فين اهو، طبعا هي مش مناسبة خالص، انا عايز حاجة تبقى برضو جارية او حاجة نفس النشاط بتاع الشخصية الاولاني. هنقول مثلا رامبلانش تقريبا بينط او حاجة، هنخلي دي convert to transition track، هضغط عليها واخد دي كوبي بالشيفت اوبتمايز واخليها تايل فيو،
وممكن كمان اخد ده كل ده اوبتمايز اول، وده الاحسن عشان يطلع الحركة طبيعية 100%. طبعا هو راح الناحية التانية خلاص، فانا هاخد كده والفه كويس. تعالى كده ونشوف، لو انا مشيت على طول عليه هتبص تلاقي، هتبص تلاقي هو بدأ يعمل لك حركة غريبة شوية. طيب خليني بس اقول لك الهدف اللي انا عملته ايه ده كله. تمام، انا عملت كنترول زد، عشان انا شايفه يعني واخد كيرف كده وهو بيجري، فتراجعت على الحته دي. طيب هي معلومات الملف الحركه بتخليه يروح كده، ما فيش مشكله. المهم الهدف اللي انا عايز اقوله لك، الهدف اللي انا عايز اقوله لك، اللي انا ممكن في لحظه معينه اخليه ياخد الجاريه اللي فوق. يعني بص، احنا دلوقتي مشينا وعملنا نظام تراكات، نظام لايرز في تراك. طبعا التراك اللي فيه كذا لير كده بالشكل ده، انا عامل لير 2 3، اللير اللي فوق هي طاغت على تحت. لو انت شغال على الفوتوشوب او اي برنامج ديزاين، بتبص تلاقي موضوع كله ليرات. اي برنامج جرافيك او اي برنامج ميديا، بتلاقي الموضوع كله فوق تراكات. لو التراك اللي فوق واخد، او اللير اللي فوق واخده 100%، ما بتظهرش اللير اللي تحتيها، ما بتكون يعني كأن اللير اللي تحتيها مش موجوده اساسا. تمام، لو خفيت اللير الاوباستي بتاعها مثلا او تأثيرها عن 100%، بتبدأ اللي تحتيها تظهر شوية. تمام، لغاية لو اديتها صفر بتظهر اللي تحتيها كلها، لو اديتها 100% لفوق اللي تحتيها كأنها مش موجودة او ملهاش وجود. طيب لو انا جاي عايز اظبط بقى، يعني مثلا اظهر جزء في زمن معين من اللير اللي فوق دي، وبعدين اخفيه ويظهر اللي تحت، اعمل ايه؟ اعمله بنظام الويت. الويت يعني الوزن. لو انا جيت كده هتبص تلاقي فيه هنا، ضغطت على الويت كيرف، هتبص تلاقي فيه هنا خط كده احمر. لو انا جيت قربت منه هتبص تلاقي فيه هنا كده زي نقطة كده ظهرت، او سهم، دوس عليها اول ما تظهر لك. هتبص تلاقي نفسك عملت نقطة بالشكل ده. طب تعالى تاني نعمل نقطة كمان، نقطة مش بعيد هنا كده، وتعالى نروح ساحبين. شايف السحبة دي؟ بتسحب انت النقطة بقى زي ما انت عايز، وبتعمل نقطة كمان ونقطة كمان، وبتسحب النقطة دي. ايه اللي انا بعمله ده؟ اللي انا بعمله بقوله والله انت هنا، انت هنا الراجل، انت واخد لي 100%، يعني انا اللير اللي تحت دي الاتنين دول كانوا مش موجودين. وبعدين هيبدأ ينزل بالويت اللي فوق، هيبدأ يشتغل فايت. الجزء اللي تحت بدأ يظهر، الجزء اللي فوق بدأ ما يظهرش، واخد فوق 100 صفر. تمام، 0%، فالجزء اللي تحت هو اللي ظاهر، الليرين اللي تحت بعض دول. بعد كده ببص الاقي نفسي فين، يرجع لي تاني يظهر ب 100% اهو. اوكي، وضحت كده؟ دي حاجة كانت حاجة مهمة جدا جدا جدا. خلينا بقى نشوف، نمسح التيست ده خالص، مش عايزينه. بعد كده انا همسح الشخصية دي نهائي تماما. هاجي بقى اعمل ايه دلوقتي؟ هعمل حاجة بسيطة خالص. هاجي هنا على اول، على اسم الشخصية، واجي هنا على ترانزيشنز او كليك يمين كده. تمام، واقول كومبيوت ميكس داون. يعني ايه كومبيوت ميكس داون؟ يعني طلع لي بقى كل اللي انت عملته ده في ملف حركة واحد بس. لو انا ضغط اوكي هتبص تلاقي هنا ميكس داون. ميكس داون ده علشان مطلع لي كل بقى ترانزيشنز والكلام ده كله في ملف واحد بس. اوكي، لو انا جيت عليه ضغطت عليه هيبقى inactive كده، active كده غير مفعل، inactive. تمام، بكل بساطة
لو انا مجرد، انا طبعا دلوقتي انا كل ده لسه جوه الميكسر، كل الحركات دي لسه في البفر موشن بتاع الميكسر نفسه، ما نزلتش كيهات وما اعتبرتش حركة حقيقية مين على البايبت. بدليل او شخصي او بدليل، لو انا جيت ضغطت كده على اي جزء من البايبت، تمام، شايف دي ميكسر مود. لو انا قفلت دي كده ولا كأن في اي حاجة حصلت، كل ده ما يبقاش ليه وجود. انا بقول له خش لي داخل ميكسر مود ووريني بقى كل اللي جواه على الشخصية. طيب دلوقتي عشان انزلها كي فريمات على البايبت، باجي كده على ميكس ده اللي انا عملت له كومبيوت، هاجي اقول له كوبي تو بايبت، كوبي تو بايبت، بطلع بقى عن الميكسر بره. ابص الاقي ايه؟ كمية فريمات كتير وكلها جنب بعض. كويس، حاجة بقى هسيف ده كله علشان اخرجه في ملف انا استفيد منه بعد كده بطريقة معينة في المحاضرة الجاية هنعرفها ان شاء الله. هاجي على قائمة الموشن او الكي فريمينج تول لو انت عايز بقى تمسح الانيميشن ده كله. طبعا هي خطوة سابقة شوية بس خلينا نوضحها برضو. كي فريم تول واقول له كلير اول انيميشن. اوكي، هاخد هناخد الارض دي هنخليها فريز، وناخد ده كله كده تمام، او هنيجي على اللير ونقول له اخفي البادي وناخد ليه كل ده. هنقول له كلير اول انيميشن، هو بينزل لي خلاص على طول على البايبوت كله، بيضيع كل الانيميشن ويرجعه للفيجر التي مود. اوكي، طبعا الخطوه دي بعد ما سيف الحركه بتاعتي، خد بالك بعد ما تسيف الحركه عشان ما تضيعش كل حاجه. انا نزلت الحركه على البايبوت، فاضل بس حاجه بسيطه جدا ان انا اسيف بقى كل ده. فهاجي بكل بساطه هاجي على اي جزء من ده واروح قايل له خش لي على السيف من هنا واقول له مثلا اساسنز كريد موشن، هينزل لي بيب، هينزل لي بيب موشن كابشر، سيف، سيفينج فايل. علشان انا عامل لينك السيف مع الرجل، طبعا ما كنتش المفروض ده يعني يكونش موجود. خلينا نعمل ده كده تمام. هو كده كده هعمل لك هيطلع لك الرسالة دي علشان انت عامل لينك بين دي ودي، خلاص مش مشكلة. لو انا جيت بقى كده هقول اعمل تيست كده بسيط على قائمة الموشن كابشر، قول له لود وهات لي الفايل ده. لا خلينا بس الاول نمسح كل ده كي فريمينج تول، وخلينا نمسح كله ونيجي على قائمة الموشن كابشر. اتمنى ان تكون الدنيا واضحة بس شوية عشان انا يمكن بتكلم بسرعة شوية عشان وقت المحاضرة، واي استفسار انا برضو موجود ومفيش اي مشكلة. هنيجي عند قائمة الموشن كابشر ونقول له نضغط عليها يظهر لي كده، طبعا من نوع البيب. تعال نشوف الحركة. طيب خلينا نقول اوبن ونشوف هيعمل ايه، هيفتح لي حاجة زي كده. طبعا انت شايف شكل الفريمات كتير ازاي. تعال نشوف تاني، شايف انت في شكل الفريمات في الملف اللي انا جايبه. لو قلنا هنا في الكونفرشن على يوزر كي ريديوسنج او ريدكشن، هيقول لك انا هنزل لك كي كل 3 فريمات ولا كل 5 فريمات. تعال نشوف كده، نشوف الخمسه كده عامله ازاي. دوس على 5 انتر وبعدين اوكي بيبتدي يختزل لك الفريمات عشان بس انت ايه ما يبقاش الموضوع كبير تقيل في الريندر وتقيل في الانيميشن وتقيل في كل حاجه. تعال نشوف هتبقى عامله ازاي.
نظهر البادي ونشيل الفايبد مؤقتا. بص هنا كأنه طاير. الجارية برضو ما بقتش، يعني انا حاسس ان فيها حاجة مش مظبوطة. هعمل له كنترول زد واجي تاني اخش عليها اجيبها واخلي بس كل تلاتة نقرب المسافة شوية عشان بس يبقى اقرب الى الواقع. كده اتظبطت. اوكي كويس، يبقى هو خد لي كل حاجة. طبعا انا لو عايز اغير بقى في حركة البايبت بعد كده، بجيب مع البايبت بروح جاي ظاهره كده وخلاص، بقى معايا كيهات، بقى معايا كيهات خلاص. مجرد ما انا ببدأ اظبط بقى الكيهات بتاعتي زي ما انا عايز. الراجل اهو بشيل خالص البادي وبخليني مع، طبعا دي هنخليها هايد ودي هنخليها هايد. ببدأ بقى اظبط زي ما انا عايز والفه، الفه زي ما انا عايز عشان يبقى باص كده. خلينا نبقى في المحاضرة الجاية ان شاء الله عشان المحاضرة دي طولت كده. اشوفكم ان شاء الله المحاضرة الجاية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنسوش التطبيقات عشان المحاضرة اللي بعد كده ان شاء الله بعد فقط للي طبقوا معايا المحاضرة دي. سلام عليكم.